اخوان السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو غنوريو الناس الطريق اللي كدير الشركه ديال البحر فيش اللي كاينه في المنطقه الصناعيه، يعني الرومبا ديال المنطقه الصناعيه كدور على ديكرا ديال فحص السيارات، كتمشي نيشان الطريق الاولى على اليسر، لا الطريق الثانيه على اليسر كتدخل. هذا هو المقر ديال شركه البحر فيش، وراجينا اليوم مع واحد الشحنه جات تقريبا من اكادير، جات ديال الحوت المجمد باعالي البحار. نشوفوا اشنو النوع اللي فيها ونسولوا البحري تاني على الجديد ونسولوه على المبادرة. بالنسبة لوقت العمل راه كتكون من 9 ديال الصباح حتى الـ4 ديال العشية في المنطقة الصناعية، وغادي نبقاو نصوروا لكم مرة مرات، كل سيمانة نصوروا مرة ونشوفوا الجديد اللي كاين عند الشركة ديال البحري فيش اللي كما قلنا اللي كتواجد في المنطقة الصناعية. وفي خلال هذه الفترة ديال رمضان غادي يكونوا نقط البيع في سوق السمك بالجملة اللي في السوق تاع ولاد عياد بني ملال، وغتكون في تادلة في قصبة تادلة وفي زاوية الشيخ، وكاين حتى في خنيفرة. يلا مرحبا الاخوان، وما تنساوناش بشي لايك ومشي تعليق، وراه ديما الجديد ان شاء الله غادي يكون معنا. ومرحبا. السلام عليكم. قربنا شويه من السلعه اللي داخله جديده ثاني اليوم. الوغ اليوم في لا سوسيتي كاينه لا ريسبسيون ديال لو بواسون كونجلي. بالنسبه لا ريسبسيون ديال لو بواسون كونجلي، اول حاجه تاكدنا منها هي لا فيريفيكاسيون ديال لي دوكيمون اللي كانوا عندنا. بالنسبه لا سيرتيفيكا سانيتير ديال البرودوي، كنتاكدوا من لا تمبيراتور ديال الكاميون اللي دار لينا النقل ديال هذاك المنتوج اللي توصلنا به. من بعد كيكون عندنا واحد لو كونترول اورغانوليبسيك. لو كونترول اورغانوليبسيك اول حاجه قبل ما كيدار كنشوفوا ليطا ديال لومبالاج ديال لو برودوي اللي عندنا. اول حاجه كنشوفوا ليطا ديال لومبالاج خاص يكون في واحد لو بون نيطا، ما يكونش واقعين فيه مثلا دي ترو ولا شي سن، يكون عندنا مثلا الكرتون عندنا مشرق ولا يعني واقعه فيه شي حاجه. من بعد كندوزو لي مونسيون اوبليغاتوار او ماتيير تيكتاج ديال لو برودوي، بمعنى المعلومات اللي كيقربوا المستهلك من المنتوج، يعني كيعطيو واحد التعريف لهداك لو برودوي. ستادير كوا مثلا كنشوفو لو نون ولا ريزون سوسيال ديال هداك ليكسبيديتور اللي جبنا من عندو لو برودوي، كنشوفو اوسي لا دات ديال البروديكسيون، يعني فوقاش كانت لا دات ديال الانتاج، تاريخ الانتاج ديال هاد البواسون اللي عندنا، كنشوفو لا دات ليميت كونسوماسيون، تاريخ انتهاء الصلاحية ديال هاد المنتوج اللي توصلنا به، كنشوفو لا تمبيراتور ديال لو برودوي اللي هي موان 18 دوغري سيليسيوس. وفي ليطا كلها يعني ملي كيكون ملي كيتنقل لينا في لو كاميون حتى كنتوصلو بيه حتى كدير له لونتروبوزاج في لاسال ولا في لاشومبغ فخواد نيجاتيف، كيبقى في موان 18 دوغري سيليسيوس. ابخي ملي كنشوف كنفيريفي كاع المعلومات اللي خاص تكون في لومبالاج كندوز لو برودوي. اه وي هذا نوع جديد، هذا دينتون، كنديرو لا فيريفيكاسيون ديالو، كنشوف ليطا ديال المنتوج واش في لو بون ليطا، ياك ما وقع فيه شي حاجه، يعني مجموعه ديال المعايير اللي كتاكد لينا على ان المنتوج ديالنا واحد الكاليتي اللي هي مزيانه، واللي كتسمح لي انا باش نخلي ان هذا المنتوج هذا يدخل لينا، باش دائما كنحافظوا على لاكاليتي وعلى السمعه ديال لا سوسيتي كذلك، يعني باش كيوصل لنا المستهلك بواحد الكميه اللي دائما كيف كنقولوا وفيره وبواحد الجوده اللي هي عاليه. اليوم توصلنا بمجموعه من الانواع ديال السمك. عندنا باغ اكزومبل كيف كتشوف هنايا الباركو، كاين الدينتون، كاين الفيريغاتو، كاين البوزوكو، كاين مجموعه ديال الانواع. يعني اليوم الشركه كتمكنات من انها توصل للمستهلك النهائي عده انواع متعدده والثمن اللي هو مناسب. السلام عليكم، محمد سمير، شركه بحر فيش، شركة متخصصة في الأسماك طرية ومجمدة، شركة معتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري على المستوى الصحي والبيطري. حنا مستمرين في هذه المبادرة اللي سبق وصرحنا بها، ديال مبادرة حوت بلادي بثمن معقول. العملية راه عندها واحد الإقبال كبير من طرف المستهلك، كما راه تبعتوا في النقاط ديالنا في تادلة ولا في زاوية الشيخ في بني ملال سوق الجملة. الحمد لله السلعه راه متوفره كيف ما راه جيتو اليوم، هذا تصادفتو مع هاد الشحنه الله كنفرغوا بها ان شاء الله، وقبلكم رمضان كريم، ورحنا راه الاشاره وحنا ان شاء الله حنا معكم دائما بالجديد ان شاء الله. راه غادي يفوت هاد الشهر الكريم كيف ما هذا، راه حنا كنجيبو السمك الطري بكثره، وان شاء الله راه غادي نخصو
ان شاء الله باذن الله يبقى دائما في اخر اسبوع نجيب واحد الكميه ديال السمك الطري وتباع في غنديرو خاصه للمستهلك ماشي ديال الكرو، نجيب واحد الكميه تكون خاصه يكون بواحد الثمن مزيان وتكون بالجوده ديالها، وان شاء الله راكم غادي كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله معنا. والسلام عليكم ورمضان كريم.